خلونا نتوسع في قراءة قمة اليوم في المملكة العربية السعودية. بينضم لي كمان على التليفون دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، في البداية أنا برحب بحضرتك، أهلا بك. اهلا وسهلا، مساء الخير استاذ انا. طيب خليني أتكلم مع حضرتك بشكل عام. طبعا هذه القمة تأتي في توقيت في غاية الأهمية، رؤى مشتركة من مختلف القادة تجاه قضايا برضو في غاية الأهمية. أبرز الموضوعات اللي حضرتك لمستها دكتور محمد؟ نعم، يعني أكثر، يعني من أكثر النقاط الشديدة الوضوح في كلمات القادة العرب هو الوجود فهم مشترك أو توافق مشترك حول تشخيص الأزمات أو طبيعة المرحلة التي يمر بها النظام العالمي من ناحية، وطبيعة المرحلة التي يمر بها النظام الإقليمي أو منطقة الشرق الأوسط من ناحية أخرى. كان هناك توافق على مجموعة من النقاط الأساسية، سواء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية في المنطقة، مسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والتعامل مع هذه القضية بمنطق يعني متكامل، أيضا الحاجة إلى تأسيس جديد للعلاقات المصرية، العلاقات العربية الأمريكية أو العلاقة بين الإقليم والقوى الكبرى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يتعلق بالخطاب المصري كان واضحا، بالإضافة إلى التركيز على القضايا الرئيسية وفقا ل يعني القناعة المصرية التي عبرت عنها الدولة المصرية في مناسبات سابقة بدءا من عام 2014 حتى الآن، وعلى رأسها مركزية القضية الفلسطينية باعتبار أن تسوية تاريخية وعادلة لهذه القضايا، لهذه القضية تعتبر مدخل رئيسي وشرط ضروري للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى المعالجة الشاملة لقضية الإرهاب والتطرف. جاء أيضا في كلمة السيد الرئيس اليوم يعني كان ملفتا التركيز على قضيتين أو نقطتين مهمتين وفقا للمحاور الخمسة التي طرحها السيد الرئيس. الأولى هي ضرورة يعني تقوية الدولة ومؤسسات الدولة استنادا إلى عملية إصلاح سياسي، دور أكبر للمجتمع المدني، معالجة شاملة لمفهوم وقضايا حقوق الإنسان، الدولة قوية بالمعنى المتكامل. وأعتقد هذا ملمح مهم يعني جاء نتيجة خبرة الدولة المصرية مع المنطقة وخبرة الدولة المصرية أيضا على المستوى الداخلي. النقطة الثانية الملفتة للنظر من وجهة في تقديري هي تأكيد السيد الرئيس على أن دول المنطقة أو القوى العربية الرئيسية بما تمتلكه من قدرات هي الأقدر وهي الأكثر يعني دراية بالتحديات الأمنية في المنطقة، وهي الأكثر قدرة أيضا على التعامل مع مفهوم الأمن القومي العربي بالمعنى المتكامل. أعتقد هاتين يعني نقطتين مهمتين في الخطاب المصري، وهما مرتبطان بطبيعة اللحظة الراهنة التي يمر بها النظام الإقليمي. طيب يعني دكتور محمد، أكيد حضرتك تابعت البيان الختامي في الحقيقة، والبيان شمل الكثير من النقاط المهمة، في اتفاقات على عدد من النقاط المهمة، التوافق وتقارب في الرؤى من قبل جميع الدول المشاركة في هذه القمة حيال قضايا بعينها. ترجمة هذه المخرجات أو الآليات اللي هيتم بها ترجمة هذه المخرجات على أرض الواقع عشان يمكن نوصل لبرضو النتائج المرجوة اللي بيتكلم فيها القادة، إنه هي هتحقق أمال وطموحات الشعوب في جميع هذه الدول أو الدول التسعة اللي كانت مشاركة في القمة، أو حتى جميع دول العالم. الآليات اللي ممكن سيتم الاعتماد عليها في تنفيذ هذه المخرجات يا دكتور؟ يعني قبل التطرق لهذه الآليات، يعني اسمحي لي برضو أشير لبعض النقاط المهمة فيما يتعلق بالبيان الختامي. البيان الختامي عكس أولا تنوع العلاقات الأمريكية العربية في هذا التوقيت، وبالتالي هذا يؤسس لنمط أو شكل جديد للعلاقات العربية الأمريكية. البيان تحدث عن قضايا
عديدة، منها الطاقة وتغير المناخ صحيح. وغيرها من القضايا، وبالتالي هذا يؤسس لي يعني نمط أو إطار جديد للعلاقات العربية الأمريكية. تنوع هذه العلاقات أعتقد أنه يضمن أو يؤسس لي استدامة في العلاقات العربية طب الأمريكية. دكتور محمد، يعني قبل برضو ما نتكلم في آليات، يمكن حضرتك اتكلمت في نقطة في غاية الأهمية، إن المخرجات أو هذه النقاط بتؤسس لنمط جديد من العلاقات العربية الأمريكية أو إطار جديد من العلاقات. هل حضرتك تقدر تستشف ملامح هذه العلاقات الجديدة أو ممكن بالفعل تحقق أمل وطموحات الشعوب العربية وتحل بعض الأزمات اللي الولايات المتحدة يعني بتقع أو بتحل فيها الآن؟ يعني أولا إشارة البيان أو حرص البيان على الإشارة للقضايا محددة يعني وتحديدا الدول العربية التي تمر بأزمات، السودان، ليبيا، اليمن، لبنان، سوريا، كل هذه القضايا كانت موضوع خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية عديدة. كان هناك يعني خلاف حول مستقبل سوريا، كان هناك يعني خلاف حول المصادر الأساسية لعدم الاستقرار في المنطقة. عندما يركز البيان أو يفرض بنودا خاصة لكل أزمة من هذه الأزمات، هذا يشير إلى أن العلاقات العربية الأمريكية يعني ستولي اهتمام لهذه القضايا، وخاصة عندما يعني أو مضمون البنود بشأن كل قضية من هذه القضايا هي يعني يقدم البيان أو ينحاز إلى حد كبير إلى الرؤية العربية فيما يتعلق بهذه القضايا أو طبيعة هذه الأزمات في هذه الدول. أعتقد هذا يعتبر انتصار للخطاب العربي والخطاب المصري تحديدا، لأن الخطاب المصري كثيرا ما أكد في مناسبات عديدة على أن حل هذه الـ يعني هذه الأزمات استنادا إلى مفهوم الدولة الوطنية. أعتقد أن هذا كان أحد المداخل أو النقاط الأساسية الحاضرة بقوة في الخطاب المصري بشكل عام. صح. وبالتالي عندما يفرض البيان بند لكل قضية من هذه القضايا، يعني أعتقد هذا يعتبر انتصار للرؤية المصرية التي دافعت عنها منذ عام 2014 وثورة يونيو حتى الآن. بالإضافة إلى ذلك، هناك بند مهم أيضا في تقديري يعبر عن انتصار للدبلوماسية المصرية، وهو البند الخاص بالأمن المائي المصري. البيان أفرض بند خاص لهذه المسألة وانحاز بشكل واضح للرؤية المصرية العادلة التي تحاول يعني أو التي تنتصر وتؤكد على ضرورة أن يكون هناك اتفاق قانوني ينظم عملية ملء وتشغيل السد الإثيوبي. وعندما يؤكد على الأمن القومي، الأمن المائي المصري، أعتقد هذا يعتبر انتصار كبير للدبلوماسية المصرية، ويعبر عن جهد كبير يعني قبل أو في مراحل صياغة هذا البيان للتأكيد على الحقوق المصرية الثابتة والعادلة في هذه القضية. صحيح. بالإضافة إلى ذلك، هناك أمور أخرى، يعني قراءة البيان بشكل عام تشير إلى أن روح أو المبادئ الأساسية الخمس التي أشار إليها أو المقاربة التي تحدث عنها السيد الرئيس الفتاح السيسي في كلمته كانت حاضرة بشكل تفصيلي في البيان. فأعتقد أن هذا يعبر عن انتصار للدبلوماسية المصرية في عملية صياغة البيان لتعبر بشكل كبير عن روح الخطاب المصري بشكل عام والثوابت المصرية في التعامل مع الكثير من أزمات المنطقة. وهذا لم يكن يعني ملموسا في الخطاب الأمريكي أو لم يكن ملموسا في السياسة الأمريكية في المنطقة. وده اللي بيأكد يمكن نقطة في غاية الأهمية اللي حضرتك اتكلمت فيها، أن القمة دي تأسيس لنمط جديد وإطار جديد من العلاقات الشرق أوسطية الأمريكية والعربية الأمريكية بشكل عام، حتى العربية العربية. على كل حال، أنا بشكر حضرتك دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك.